مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير. مثل ما تعرفون برنامجنا مو رياضي، فللرياضة أهلها وإعلامها وصحافتها، وإحنا بعيدين عنها. ولكن برنامج توصيات عام ويركز على كل قضية تخص المواطن والوطن. فقضيتنا اليوم ظاهرها رياضي، وبعضها بعض الناس يمكن راح ينتقدوني لانه انا وراح يتهموني انه دخلت نفسي بالرياضه وانا مو برنامج رياضي، ولكن ما ساتحمل كل هذا الانتقاد من اجل هدف. قضيتنا ظاهرها رياضي ولكن باطنها قضيه شعب باكمله، قضيه وطن باكمله. قضيتنا هي الوصول إلى كأس العالم. اليوم راح نحكي عن هذا الموضوع. آخر مرة وأول مرة أيضا وصلنا إلى كأس العالم بال 1986، وأول هدف وآخر هدف في كأس العالم هو للراحل أحمد راضي رحمه الله. قضية الوصول إلى كأس العالم، لأن هذا البرنامج هو يتعامل مع الأسس العلمية، برنامج علمي يقيس الكميات ويقيس الأمور الأخرى حتى يطلع بورقة توصيات. قضيتنا إلها بعدين رئيسيين، فني تدريبي وإداري. الجوانب الأخرى الإعلامية وغير الإعلامية هاي راح نبعد عنها، لأنها قلنا هاي يأخذوها أهل الرياضة مو أني. راح نركز على الجانبين ذني، وحتى يكون الموضوع مغطى بالكامل والنقاش موضوعي مع أهل الشأن، أنا ما جبت ضيف واستضافيته مثل باقي البرامج الرياضية اللي تركز أكثر شيء على الصحفيين الرياضيين والإعلاميين الرياضيين ورؤساء الاتحادات وأعضاء الاتحادات والتطبيعية وغير التطبيعية. لا، أنا مع اعتزازي بكل هؤلاء. أنا برنامجي مو رياضي، أنا برنامجي قضية وأضع لها حلول. كان لابد أن أتعب شوية، وفعلا ضيفي تعبني، بس تعبني مو ذنب ذنبه، ذنب التكنولوجيا وذنب التباعد وذنب الظروف اللي دا تمر بيها العالم كله بسبب كورونا. كان لازم أتعب وتعب نفسي شوية وأجيب ضيف هو يعد واحد من صناع الإنجاز بال86، بطل من الأبطال الذين أوصلونا لكأس العالم 86. للأسف هذا البطل ما تسلط عليه الضوء بشكل كافي باعتباره بطل، لأنه الكل يعرف اللي صعدنا عمو بابا الله يرحمه، واللي جاب لنا الجول أحمد راضي الله يرحمه، واللاعبين، لأنه الكل يعرف أن الفريق حينما يفوز يقولون اللاعبين لعبوا، وحينما يخسر يقولون الكادر التدريبي سيء. هذه للأسف حقيقة موجودة والكل يعرفها. فبطلنا اليوم قامة رياضية مشرفة جدا، قامة تدريبية كان لها اليد الطولة إلى جانب المرحوم عمو بابا كتفا بكتف حتى وصلنا إلى كأس العالم 86، ومن ثم سرق الإنجاز فجأة على يد الاتحاد السابق أيام النظام السابق. يعني اللي وصلنا لكأس العالم كادر تدريبي عمو بابا الله يرحمه واللي وياه، ثم فترة الإعداد لكأس العالم كادر تدريبي آخر من البرازيل، ثم فوجئنا بكأس العالم قطر تنطينا مدربها إفيرستو ماسد. شنو الموضوع؟ أكو شيء ما صايرة. ومع كل هاي الخربطة الإدارية قدرنا نوصل لكأس العالم. يشرفني أن أستضيف اليوم مدرب منتخبنا الوطني، ما أقدر أسميه الأسبق،
أو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، خل أسميه القديم الجديد لأنه يتجدد في كل فترة ويصبح مدرب، الكابتن العزيز أكرم سلمان الذي أستقبله في العاصمة الأردنية عمان قادما من أربيل لنتحدث سوية اليوم في توصيات وندردش عن الوصول لكأس العالم. كابتن أكرم مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. كابتن، ممكن تشرح لنا دور حضرتك الفني والإداري كيف تأهلنا إلى كأس العالم 86؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك وتحية للسادة المشاهدين، أحييك يعني على هذا البرنامج المفتوح لأنه في قضايا كثيرة تتحدث عليها، يعني مع العلم أنه الرياضة في العالم الآن الدول المتطورة تعتبر الرياضة هي الميدان رقم واحد على دليل على تطورها واهتمامها بالشؤون الرياضية، وخاصة كبطولة لها مردودات كبيرة، بطولة كأس العالم، لأنه عرف أنه الدول المتطورة اللي عندها إمكانيات عندها بنية تحتية تستطيع أن تستضيف هيك بطولات تتنافس عليها وتصرف المليارات في سبيل أن تحصل على هيك بطولة، لأنه تعكس مدى تطورها ولها مردودات اقتصادية، لها مردودات تجارية. فالرياضة وخاصة كرة القدم هي أنا أعتبرها العامل رقم واحد في قيادة الشباب وتطور البلد عندي. بس نقطة واحدة يعني حاول صلح لك إياها كابتن. نعم، المرحوم عمو بابا ما كان مع الجهاز الفني في تلك الفترة. إحنا استلمنا من الكابتن الله يرحمه عمو بابا، استلمنا أنه كان في بطولة سابقة أعتقد في أمريكا، كان في لوس أنجلوس يمكن، واستلمنا من عنده بال84 وحتحدث لك أنا على الجهاز الفني. نعم، اللي استلم المنتخب الوطني. اي نعم، تفضل كابتن. الجهاز يعني في كل عملية صعود لكأس العالم، خاصة لأنها قمة الإبداع وقمة الإنجاز في كرة القدم هو كأس العالم. نعم، كل البطولات الأخرى ما تجي على كأس العالم، يعني جوز مثلا بطولة أوروبا أو بالنسبة لنا الآسيا بطولة آسيا أو غيرها ما تجي تقيسها مع كأس العالم. هذا إنجاز من الصعوبة تحقيقه. الدول اللي تخطط صحيح هي اللي تقدر تحقق هذا الإنجاز، ولهذا أقول إنه الصعود إلى كأس العالم يجب أن يكون أن يأتي من عملية تخطيط سليمة وصحيحة. نعم، احنا خدمتنا بعض الظروف ومثل ما خدمت الدول الاخرى، يعني كثير امثله بالدول اللي صعدت مثلا هولندا وغير هولندا، لما يجمعون مثلا مجموعه لاعبين في فريق واحد، وهذا هم حد اتحدث عليه كان عامل مساعد. احنا اول ما نتحدث على الجهاز الفني، الجهاز الفني اللي تكون في تلك الفتره كان من 3 اشخاص، الدكتور عبد القادر زينل، نعم، وأكرم سلمان وأنور جسام. نعم، ثلاثتهم خبراء في تدريب كرة القدم. نعم، الدكتور عبد القادر كان هو أمين سر الاتحاد في نفس الوقت. أي، إنسان عنده خلفية رياضية، اشتغل بالتدريب الإداري، مدير ألعاب الشرطة كان في وقتها، فكان يعني عامل مساعد كبير جدا في تخطيط لصعود كأس العالم. العامل الفني او التخطيطي انا كنت مسؤول عليه مع المناقشه مع الدكتور عبد القادر باعتباره هو مدير فريق، والاخ الكابتن انور جسام. فهذه اعتقد انه التشكيله والتوليفه كان نتاجها انه نحقق نتائج جيده، لانه كنا نتشاور في هذه العمليه. اثنين، البرنامج اللي تم وضعه الى اعداد المنتخب الوطني في ذلك الوقت برنامج كان متخم بالمعسكرات ومتخم بالمباريات التجريبيه، وهذا مهم جدا. اي فريق يريد يصعد يجب ان يكون هنالك برنامج صحيح في سبيل ان تعد اعداد صحيح لان تصعد كاس العالم. نعم، نقطه مهمه كانت عندنا انه كل اللاعبين في ذلك الوقت العراقيين الموهوبين المتميزين
ما كان يسمح لهم يطلعون خارج العراق، يعني يحترفون برا. فكلهم متواجدين وين؟ متواجدين بالعراق. فهذا سهل، هذا سهل العملية أنه أنت قريب عليهم. فنستطيع أي في أي وقت نعمل أي مباراة مع أي فريق سواء بالداخل أو في الخارج. نعم. عامل آخر بعد يعني بعد الألفين يعني بالألفين وخمسة تقريبا ظهر نادي الرشيد. نادي الرشيد لم 2005 كابتن 2005 تقريبا يعني هو قبل هالفترة هذه 1985 قصدك؟ ايوه نعم اي مو 2005 اي 1985 عفوا فهذه الفترة انا اعتبرها كانت في صالح تطور الكرة العراقية. اي شيء يقولون ويحجون هذه عن يعني شغلة فنية في كرة القدم، وهذا ما حصل مع نادي أجاكس في 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 هولندا. نعم. كان عامل مساعد أن يجمعون مثلا 10 لاعبين هم لاعبين منتخب. وهذه شغلة مهمة جدا. فهذا كان عامل مساعد أنه في نادي الرشيد، لأن نادي الرشيد أخذ دعم كلش كبير، تدري أنت؟ طبعا. دعم كلش كبير وحقق بطولة آسيا ونتائج جيدة. بطولات العربية. عربية، وكان فريق يحسب له حساب لأنه هو منتخب. هو منتخب العراق يعتبر يعني طبعا طبعا. فهذا ساعدنا كثير في ان نوصل الى نهائيات كاس العالم. اضافه الى ذلك انه اني كمدير فني كنت مع المنتخب استلمت نادي الرشيد في 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 تلك الفتره، اضافه الى عملي مع مع المنتخب الوطني اصبحت مدير فني لنادي الرشيد. يعني مسؤول عن كل قطاعات نادي الرشيد اضافه الى استلامي فتره محدده للفريق الاول. وحتى من ضمن الاعداد اتذكر من ضمن الاعداد اللي وضعناه انه اختاريت انا اول مرحله اي مع المشاوره طبعا مع الاخوان دكتور عبد القادر والكابتن انور اختارينا الكويت كأرض للعراق، لأن كان ممنوع نلعب داخل العراق يعني صور كلها إحنا خارج. هو إحنا حاليا عندنا تقريبا نفس الظروف يعني. نعم. سمحوا لنا نلعب كم مباراة على أرضنا وبعدين هم رجعوا أخذوها من عندنا. الآن أنت تلعب يعني الآن إحنا نلعب يعني نلعب بالبصرة نقدر نلعب. إحنا لا ما لعبنا ولا مباراة رسمية داخل العراق. هذا يعتقد كان يمكن الفريق الوحيد في العالم بوقتها قالوا تأهل من دون صحيح. أن يلعب على أرضه. فاختاريت يعني في وقت الكويت وتناقشت مع الاخوان ووافقوا على المقترح. والمرحله الثانيه قريبه الكويت حتى بالسياره تروح طبعا وحتى جمهورها وهذه وكانوا عراقيين كثير كانوا يجون. أي. المرحله الثانيه اختاريت السعوديه لانه كان منطقه الطائف كانت مرتفعه عن مستوى سطح البحر. أي. وهذه لها مردود يعني حسابات انه تاثر على الفرق لما تيجي تلعب عندك بالتصفيات هذه. المهم انه في نفس مرحلة الاعداد في الطائف خلال شهر واحد تم تحضير فريقين. نادي الرشيد للبطولة العربية اللي كان عنده مباراة مع النادي الاهلي السعودي في جدة. والحمد لله توفقنا في نفس الوقت كنت انا عد المنتخب الوطني وعد عد نادي الرشيد. خلصت مرحلة نادي الرشيد افتريت على المنتخب. يعني كملت تحضير المنتخب الوطني. ولكن يعني لعبنا مباراتين يمكن ودية مع السعودية. كانت هنالك أمور كثيرة يعني أكو ناس ما يحبون المدرب الوطني يصعد مثلا بطولة كأس العالم يقود فريق، وهذا ما حصل. حصل معايا مرتين يعني في كأس العالم وحتى في آسيا. بس يعني حضرتك اللي وصلت المنتخب لكأس العالم. يعني احنا نقول الجهاز الفني الموجود كان يعني كان في المرحلة الأولى الدكتور عبد القادر كان معانا والكابتن أنور، والمرحلة الثانية يعني اشتغلت فيها في تحضير المنتخب الوطني. يعني الوصول الرسمي كان على أيديكم. الوصول الرسمي ولهذا لما بعدين صار التبديل جابوا الكادر البرازيلي زيكو وإيدو. بعدين صارت هذه بعدين هاي بعدين يعني هاي كنا احنا متأهلين لكأس العالم. هذه بعدين احنا تأهلنا لا في مباراة واحدة بقت عندنا اللي هي يعني هذه هاي قصة كابتن هاي قصة طويلة من تنحكي. ويا سوريا كانت المباراة لو مال الإمارات مع سوريا. ايه لا أول مرة خلصنا احنا الامارات يعني خل اكمل لك شويه. اي لما كملت اعداد المنتخب
لعبنا مباراتين مع السعودية، أعتقد تعادلنا واحدة وخسرنا واحدة تجريبية، وكان فيها ملابسات لأنه كان يتابعنا المدرب منتخب الإمارات كارلوس ألبرتو، كان يجي يحضر المباراة الودية، إحنا يقعد فوق يعني على المدرجات يباوع الفريق العراقي. فكنت أنا أحاول أعمل تغييرات، أعمل شغلات في سبيل أن ما يصير يعني ما تكون واضح التكتيك مالك، يكون خطة واضح ما تنكشف. تكتيكك أنت، الاستراتيجية اللي كنت تلعب بها ما تكون واضحة. كان هذا ما مفهوم عند بعض الأخوان اللي موجودين، هم أساسا كانوا يخططون أنه يريدوا يجيبون مدرب أجنبي مثلا. ولهذا قبل أسبوع من مباراة الإمارات مثلا، هاي سووها بيك مال التجريبية مال اليابان، من طلعوك نفس العمل، بس هذه أهدافها تتغير، هاي هدفها غير وذيك هدفها غير. عرفت؟ فلما خسرنا بمباراتين أو تعادلت بمباراة وخسرت بمباراة تجريبية وفق الظروف اللي موجودة، وكان عندي تحضير، عندي بعض اللاعبين المصابين منهم كابتن حسين سعيد والكابتن المرحوم ناظم شاكر، كنت أحضرهم أني وباقي الأسبوع واحد، يعني لعبت الخميس وعندي الخميس القادم مباراة مع الإمارات بالإمارات. هاي اللي سجل بها كريم صدام الهدف، هذه لا المباراة الثانية اللي سجل بها كريم صدام. المباراة الأولى سجل بها حسين سعيد أعتقد، أنا ترى ما معاصر هذا الجيل، بس تدري صارت باليوتيوب شفناها يعني بعدين. هذه مع الأسف يعني مع الأسف الأجواء السلبية اللي يمكن أن تضعها أمام تحضير المنتخب الوطني، ممكن تضع تخطيط تخطط أنه تشيل مدرب وتجيب مدرب، وكانت قاسية على المنتخب الوطني. يعني هل دفعت ثمن مشابه للثمن اللي دفعه راضش نيشل، نقدر نقول بالتصفيات السابقة؟ لا، لما شكل فريق وراح لعب به بطولات وتجريبيات على أمل الرجل كان يريد يبني أكثر من منتخب، هل أنت دفعت نفس الثمن؟ يعني كنت تريد، أنت مدرب من حقك تجرب، ما حد عنده يمك، بس الرسمية تحاسب عليه، على أي أساس تحاسب على الودية؟ احنا ما قلت لك انت المدرب، انت عندك حسابات براسك، تريد تخلق لاعبين احتياط، تريد تعطي مجال تريح لاعبينك الاصليين. صحيح. من اللي يعني هاي هل تعتبر الان سلبيه لربما تقسم ظهر منتخبنا لو تدخل الاداريين بالجوانب الفنيه وتلاعبوا وغيروا؟ هل تعتبر هذه ايضا نقطه سلبيه برايك؟ لا، نعتبرها خباثه هذه، يعني مع الاسف يعني اقول هيك اعتبرها لانه انت طالما انت عاصرت المنتخب ومرحله الاعداد مالته تقريبا اكثر من سنه، ولعبت المباريات الرسميه ولعبت المباريات الوديه، لما شافوا اينعت الاثمار مثل ما يقول، وصار الحلم حقيقه تقريبا انه خلاص نلعب مباراتنا مع الامارات ويبقى عندنا فريق سوريا، وهم ما عارفين انه المنتخب الوطني مع سوريا تحصيل حاصل، احنا تحصيل حاصل تقريبا، لانه كل الاشارات والنتائج ومع ذلك فزنا 3-1، تقول منتخب كلها تقول منتخب. ولكن مع الاسف اكو نفوس، انا اعتبر نفوس ضعيفة. انت بالعكس المدرب الوطني المفروض انت تسنده وتقف معه وتساعده وتوفر كل ظروف النجاح في سبيل ان ينجح، لان هذا من بلدك بالمستقبل حتقول انه. ولهذا يعني لما لعبوا مباراتين مع الامارات، المباراة الاولى لان تدري خلال اسبوع، المباراة الاولى فازوا فيها اول مرة، المباراة الثانية خسر الفريق، وهي كان تصير كارثة لولا هدف كريم صدام اللي سواه، والله انقذنا ورحنا المرحلة الاخيرة مع سوريا، ولا كان صار كارثة بها. منو لزم الفريق بعد ما طلعوك بذيك الحالة؟ اللي لزم الفريق الله يرحمهم الكابتن المرحوم الاستاذ، يعني استاذ انا اعتبره، ثامر محسن، والكابتن واثق ناجي. وما كانت العملية موفقة مع الأسف، لأنه الأستاذ ثامر كان عضو من أعضاء الاتحاد يعني في ذلك الوقت. المهم العملية كانت مرفوضة، وصارت فيها عقوبات وإيقاف مدى الحياة من التمرين وكذا، في أمور كثيرة. بعدين أجانا فيرا، بين كل ما شاء الله الأسماء البرازيلية كلها هم فيرا، هم اسمه فيرا،
هم اسمه فيرا أي. بس طبعا اكو وراء اسماء تختلف الاباء والهذي. فكان رجال عمره كبير ومريض زين، فلعب مع سوريا تعادل بسوريا واعتقد كمل المباراه الثانيه في كملناها 3-1 بالسعوديه كملناها انت. احنا حسب المنطقه اللي انا اختاريتها اللي هي اللي هي الطائف. قلت لك مرتفعه تفيدنا احنا لان هاي بها تاقلم على الجو بالمرتفعات. فزنا 3-1 اظن، ففزنا 3-1 الفريق صعد. فتم تكريم الفريق من قبل الاتحاد واللجنه الاولمبيه والدوله كم تكريمهم، وانا كنت من ضمن الناس المكرمين في هذه في هذا المحفل يعني. امزين من ذكرك عاد. نعم امزين ذكرك بالتكريم اخر شيء. لا افضل من الاخوان الجماعه في 2007 افضل، لانه أفضل. في 2007 انا سنه ونص سنتين والله يا كابتن انت مظلوم بصراحه، لانه هسه اغلب جيلنا لا يعني جيلنا يتصور انه وصل العراق لكاس العالم هو عمو بابا الله يرحمه. لا لا مو انت يعني جبت مرحله بغير مرحله. لا عمو الله يرحمه ما تدخل بالموضوع، ما كان موجود موجود ابدا يعني ويانا بالجهاز الفني. لا وحتى في 2007 انا كنت وحدي يعني ومع الاخوان المساعدين، ما كان موجود، كان الله يرحمه عمه وكابتن انور مع في لجنه المنتخبات اللي انا عضو فيها، والكابتن حسين سعيد والاستاذ الكابتن ناجي حمود في وقتها يعني. والحمد لله يعني انت هذا الفريق نفسه كنا مخططين انه نصعد لكاس العالم. هذه المجموعه كان انا مخطط لها ومع الاتحاد انه نصعد كاس العالم، انه حققنا غرب اسيا الحمد لله اول بطوله. تالي طلعنا من كاس العالم بقضيه العسل الملكي على 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 على, على شغلات. في حين التخطيط كان انه اروح للخليج اني العب الخليج، والخليج صار بها المشاكل هذه الشغلات المعروفه يعني الناس كلها كل ما هذه نعيدها ونسقل بها مثل ما يقول. فالمهم طلعت اني بعد الخليج، اجى استلم فيرا مباشرة يعني خلال اسبوع استلم فيرا فريق جاهز صح. فالله وفقه يعني اكو ضربات جزاء اكو لعب اكو كذا، المهم ظروف ممكن تساعدك في كرة القدم. حققوا الاسيا كابتن. ولكن السؤال أي. السؤال بعد اسيا انا كنت اتحدث مع الكابتن حسين او مع الاتحاد انه اقول بصمات المدرب ما تتم خلال شهر صح. اوكي اجى استلم فريق وجاب لك بطوله والان جمهور والناس كلها تعرف انه فيرا اخذ اسيا صح. بس منو جهز الفريق؟ منو جاب الفريق؟ ما يعرفون، يعرفون اكرم سلمان اللي هو حضر الفريق وجهزه مثل ما يقول على طبق من ذهب في سبيل ان تاخذ اسيا صح. بعد النتائج احنا نقول انه نتائج او عمل المدرب تظهر بعد هذه البطوله بعدها خلاص نتائج مالتنا صارت كلها دروب كلها لا صارت تجربه بال 2009 قالوا قلبوا الدنيا جيبوا فيرا اخر شيء حتى رئاسة الوزراء تدخلت، جبناه بكاس الخليج طلعنا بنتائج مخزيه. لا مو شرط وهذا اللي اقوله انا ذكر من طلعنا بنتائج مخزيه طبعا كلها فارق اهداف وكلها كذا وهذه ومع الاسف هذه المجموعه هسه تحكي وياه يقول لك هو هذا فيرا الله جابها عدله وياه وجاب كاس اسيا لو كنا بلوه. الحمد لله كنا بحاجه، انا اقول انه أي. احنا كنا بحاجه الها أي. لانه تدري انت شعبنا في تلك المرحله كان يحتاج الى بطوله يفرح بها. وحدت الشعب العراقي. كان وهذا اقول لك انه كره القدم هي في تماس مع الشعوب. ولهذا احنا اليوم في حلقه خاصه عن هذا الموضوع. نعم. طيب كابتن. نعم. يعني انت تشوف اكو مستلزمات تدريبيه كانت متوفره في ذاك الوقت. نعم. ابرزها نادي الرشيد اللي خدمكم. نعم. صحيح. اليوم شنو المستلزمات اللي يحتاجها الكادر التدريبي حتى يكمل المشوار؟ الرجل لم يقصر للامانه، الرجل حتى الان متصدر. ولم نعم. يقصر نعم. ولم يعني جمهور ما أثر عليه هذا المدرب اللي هو ستانيتش العفو شو يسمونه كاتانيتش. اليوم ما هي الأدوات اللي برأيك لازم نوفرها حتى نعين هذا المدرب يحقق الحلم اللي أنت حققته بال86؟
أنا في رأيي إنه أكو فارق والله كبير، يعني فارق كبير مثل أنا يعني حددت لك أو عددت لك العوامل اللي ساهمت في صعودنا كأس العالم. احكي لي العوامل العصرية اللي تحتاج، لأن أنت مدرب لكل العصور. نعم. ما شاء الله، أنت مو مدرب لعصر واحد. صحيح. عصر 86، أنت صح. مدرب لكل العصور. صحيح. بعصرنا الحالي، ما الذي يفتقر له ستانيتش حتى يصل بنا لكأس العالم؟ يعني شوف، هو المفروض، وهاي يمكن انت حتتفاجئ بها وتفاجئ بها الجمهور. انت من تجي على بطوله مثل بطوله كاس العالم، لازم يكون عندك خطه كامله ومعده بتفاصيلها وبدقائقها، كيفيه اعداد هذا الفريق ومستلزمات اعداده. هذه لو تيجي تسال هسه المعنيين سواء الاتحاد السابق او الان التطبيعيه، ما لها علاقه الان تطبيع عدد، يعني شغلات بسيطة لأنه هي جايدة تكمل الانتخابات، وفي سبيل أن تجي يجي اتحاد جديد. تمام ولا؟ فلو تجي تسألهم، تسأل الاتحاد السابق أو تسأل الآن الجماعة الموجودين، وين هذا إعداد المنتخب الوطني؟ وين خارطة إعداد المنتخب الوطني؟ وين برنامج إعداد المنتخب؟ حيقول لك ما عندنا احنا. عالتفاطين على الباقي. لا، حيقول لك كابتن، حيقول لك ما عندنا. وهذه يعني هذا فشيء غريب وصعب. وانت الان في 2001 كانت عندكم خطة كابتن؟ نعم. كانت عندكم خطة؟ وين؟ بال 86 من صحابونا؟ طبعا مستمتع. كم سنة كانت امد الخطة ونجحتوا بها بالنهاية؟ يعني تقريبا إعداد المنتخب تم حوالي سنتين. الان يعني ماكو خطة. لا، الان انا من الناس اللي استعان بي الاتحاد السابق انه اجي مثلا اراقب بطوله اسيا اللي صارت بالدوحه، وحللت مباريات المنتخب الوطني واسلوب واستراتيجيه كاتانيتش كلها حضرناها وجبتها وكذا، وهذه في سبيل ان ننطي وندعم المدرب وننطيه بعض النقاط اللي المنتخب ده يلعب بيها مثلا. بس هذا مو شغلكم كابتن. لا، المفروض اكو المفروض محلل، المفروض اكو مستشار. هذه كابتن هاي راح اجي سابقا وحاليا. ايه؟ اشرح لك اياها. ايه؟ يعني احنا الان مع الاسف، يعني انت من اقول لك 85 و86 والان انت في 2021. يعني ايش قد، كم سنه احسبها؟ عمر كم سنه؟ 30 سنه من ايش قد اكثر؟ يعني 35 سنه. طيب الان وين، يعني الناس وين وصلت؟ يعني هل يعقل انه بذيك الفتره احنا نخطط افضل من هاي الفتره الان؟ هو يقول لك العراق هو البلد الوحيد اللي ماضيه اجمل من حاضره. زين، يعني خلي نتعلم من بقيه الدول، خلي نتعلم يا اخي. ما هي هاي الدول اللي احنا نقول كنا بالثمانينات مكفخه، هاي الخليج وغير الخليج كلها 4-0. ليش؟ والبحرين فزنا عليها بكاس العرب ببغداد 10-1. طيب هسه صارت هاي المنتخبات صارت لنا عقده. طيب قامت ليش تغلبنا وقامت تنافسنا وقامت تطلعنا؟ لا، يعني انا اتذكر كنا نلعب مع اليابان. ايه؟ بالثمانينات اتذكر. ايه؟ يعني الثمانينات يجي اليابان نقول يعني فريق عادي نلعب باي مجموعه نغلبه مثلا. أيه. عرفت؟ أيه. مثلا كوريا الجنوبيه كنا نروح هناك يمهم. أيه. يفاكين حلقهم علينا. وكان العراق والكويت يتناطحون. أيه. على يباعون شنو هالامكانيات. بس خلينا نرجع مره ثانيه في كل مجالات الحياه، انت أيه، برنامجك مفتوح مو فقط رياضه. وتحاول تدمج ما بين الرياضه والامور الاخرى القطاعات. التخطيط العلمي لكل القطاعات، لكل المجالات الرياضية، الاجتماعية، الاقتصادية، التربوية، هذه كلها تخطيط. نعم. تريد ترفع من مستوى هذا القطاع، يجب أن تخطط. طيب. والتخطيط تعرف أنت، التخطيط هو تخطيط قصير، تخطيط متوسط، تخطيط طويل. هذا ناس خبراء يجون يضعون الخطط ويطبقون الخطة القصيرة ويجمدوها مع المتوسطة وهكذا للوصول إلى. وتوجد مقولة كابتن تقول. نعم. الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل. طبعا طبيعي، ما تجربة ما يصير عندك تجربة. فأنت الآن مع الأسف لحد الآن احنا بهذا الوقت ما عندك خطة وبرنامج من قبل الاتحاد أو
او اي طيب. مدرب طيب احنا انا اقول تخطيطنا يعني ما نقول يعني واقع يعني شنو المرحله يعني مده اسبوع اسبوعين عندك مباراه وديه تجمع اللاعبين تلعبها خلاص زين كابتن انا لدي كثير من الاسئله وارد استفيد من الوقت نعم. سابقا كنا نملك اصوات مؤثره في الاتحاد الدولي والآسيوي صحيح يعني كان عندنا الأستاذ مؤيد البدري صحيح هذه الآن الجميع يعرف أن الفرق لا تلعب فقط على أرض الملعب بل تخطط حتى تدور لك الزلة لاعب محروم من الزلة ووقعنا ضحية كثير من هاي المواقف أي صحيح إنه لاعب محروم ولعبنا بالغلط نتيجة خطأ إداري ورحنا بيها وكذا الآن الأصوات لا نملك أصوات في هذه الاتحادات هل هذا مؤثر أيضا على موضوع استضافات التصفيات موضوع الحكام هل هذا مؤثر هل أثر على عملكم يعني أستاذ العزيز طبيعي أنت شوف في كرة القدم خاصة المستوى الفرق مستوى المنتخبات أي. هي اللي تخلي ضغط على الاتحادات الآسيوية الاتحاد الدولي يعني انت ما تقدر تحكي ويا منتخب ألمانيا طبعا ولا تحكي ويا الاتحاد الهولندي او الاتحاد الانجليزي او البرازيلي لانه مستويات هذول مستويات عالية على مستوى آسيا الان انت شوف الاتحادات القوية الاتحاد الياباني الاتحاد الكوري الاتحاد السعودي الاتحاد الاماراتي ذني ليش لانه اصبحوا متطورين في هذا المجال والاتحاد الآسيوي مثلا والاتحاد الدولي يستفاد من عندهم انت الان كعراق وكمنتخب كبنية تحتية ما اي تأثير ما لك بالنسبة للاتحادات هو السؤال ليش كنا مؤثرين بالثمانينات وهسه غير مؤثرين شنو السبب اي طبعا طبعا احنا كنا قوياء يعني كان المنتخبات العراقية قوية وكانوا الناس اللي يشتغلون في ذلك الوقت على مستوى الاتحاد المحلي همين اقوياء لهم باع ولهم لهم خبره ويستعينين بهم أيه. الان انت لا انت اصبحت يعني شيء بسيط يعني بالنسبه للقاره الاسيويه خاصه بس لا تذكر ان الاسماء اللي ذكرناهم باللقاء الجانبي بيني وبينك نعم ذولا كل ثقل لا داخليا ولا خارجيا عندهم لا معروفه يعني هاي شغلات ارجع للتاريخ وارجع للواقع أيه. معروفه هذه يعني انت تاثيرك يكون من مستوى منتخبك من الامكانيات اللي انت توفرها يعني هسه مثلا احنا انقطعنا عن تنظيم البطولات العربيه البطولات الاسيويه كلها انقطعنا عنها احنا كنا في كل موسم دائما المنتخب العراقي تشوفه في كوريا وفي اليابان ويدور باسيا يعمل على تطوير كره القدم زين احتكاك هذا دائما كان احتكاك فكانوا هم يستفادون من عندنا وحتى دول الخليج احنا كان تاثيرنا مباشر عليها في تطورها الان الدول الان بالاردن احنا بالاردن اثرنا تاثير مدربين العراقيين كان تاثيرهم واضح على تطور الكره الاردنيه وهكذا يعني اصبحت منافسه الان الكره الاردنيه طبيعي انت واقف والناس تتطور مو يعني والجميع يتذكر قصه بطوله اسيا لما 2004 يمكن لما المنتخب الاردني احرج المنتخب الياباني وبالموت يلا فاز عليه بالجزاءات طبعا. طيب كابتن اسلوب اللاعب العراقي على ايامك وايام كابتن انور جسام اختلف حاليا جمعني لقاء في قناة الحرية الفضائية عام 2009 مع الكابتن انور جسام وكان المقدم مع البرنامج ثائر الموسوي تحياتنا له اكيد تعرفه قلت له كابتن ليش ما تجي تدرب المنتخب هسه؟ قال لي اعوذ بالله حيدر يا منتخب هذا اللي دربه انا شنو الموضوع؟ انتم ليش الكبار بديتوا تتجبجبون من هذا الجيل من اللاعبين؟ شنو فرقه عن الجيل السابق ولا وهل هذا ايضا له تاثير على وصولنا لكاس العالم؟ يعني خليني اقول لك شغله والناس كلها تعرف وانت تعرف يعني اعرف بس اريد الجمهور بعد خليني اقول لك شغله بعد السقوط بعد 2003 الامور كلها تغيرت الامور كلها تغيرت طيب. انت في 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 مجال الرياضه يعني انا اتذكر لما استلمت المنتخب بعد الكابتن تحياتنا لعدنان حمد اي
في 2003 الأمور كانت ما تشبه ال 1985 شتان ما بين هذه وهذه. شلون؟ احكي لنا. ايه تغيرت تغير كبير خاصة الأخلاق تغيرت خاصة هو المدرب المدرب هنا مثل الأب مثل الأستاذ بالمدرسة. لا ليش تغيرت؟ يعني أستاذي العزيز حبيبي شوف أنت إذا ما يكون عندك مستلزمات تطور صحيحة بنية تحتية صحيحة علاقات اجتماعية صحيحة أنت تعرف إيش حصل بعد السقوط. نعم البلد انهار البلد سقط يعني انهارت حتى القيم الأخلاق. والآن لحد الآن إحنا نتحمل يعني المصائب مالته لحد الآن. نعم. يعني صار قد 17-18 سنة تشوف أنت إيش يحصل بالشمال وبالجنوب وبالوسط. نعم. فانت كرياضة الرياضة جزء من المجتمع. احنا كنا نادي ولحد الان النادي انه الرياضة وخاصة كرة القدم هي اللي تجمع الشعب العراقي هي اللي تجمع الشعب هذه الوسيلة الوحيدة اللي تجمع كل طوائف الشعب العراقي. طلع لي وسيلة اخرى تجمع طوائف الشعب العراقي ما في ما عندك. ولهذا احنا كنا نبذل كل جهودنا في سبيل ان نحقق نتائج ايجابية رغم مستلزمات العمل السيئة رغم النيات السيئة رغم كل شيء كان زين كابتن. ليش اللاعب بالخمسة وثمانين صاروا هسه مدربين وإداريين والنجوم كان يطيعك طاعة عمياء وهذا الجديد يتمرد عليك ليش؟ لأن أكو قانون أكو قانون أكو سلطة وأكو قانون. إحنا قبل ما كنا نحاسب اللاعب المنتخب وحتى بالأندية. يعني قصدك أكو خوف؟ لا مو خوف اكو قانون. انا اقول اكو قانون اكو اكو شيء يعني ممكن اكو ضغط ولكن اللاعب كان يعرف بعدين ما عندنا ما يخوض بالامور اللي الان دي يخوضوها هاي احنا مستحيل كنا عائله واحده صح عائله واحده كنا دائما نجي نلعب في سبيل ان نسعد المنتخب ونسعد الشعب العراقي. الان لا الان الامور صارت غير شكل يعني مثلا اجيب لك مثلا انا من استعانوا بي الاتحاد السابق وعدلت لهم التصنيف الدولي تتذكر بي كان مباراتين عندنا مع الكونغو الديمقراطيه صنع الكونغو زين لما جيت انا بعد تصويت الاتحاد يعني تدري الاتحاد متكون من 11 او 12 عضو صوتوا وقالوا الاغلبيه يقولون يجي اكرم سلمان او اي واحد اي مدرب. طيب اللي حصل انه طبعا الجمهور انت تعرف الجمهور بعد 2003 اشكال صاروا على الانترنت وعلى الفيسبوك وما ادري ما الشغلات هذه. ولهذا مثل من تتم موافقه الاتحاد على مدرب المفروض كل اعضاء الاتحاد يوافقون لانه هذا قرار جماعي خلينا نقول. طيب كيف مثلا حصل انه بعض اعضاء الاتحاد طلعوا على التلفاز او على الفضائيات يقول لك احنا مع راي الجمهور على الفيسبوك. طب وين هاي قبل الصير عندنا ما بصير يعني حتى الجمهور تغير نقدر نقول كل شيء تغير كان قبل حبيبي جمهورك كل شيء كل شيء حتى مرات اشوف صور قديمه بملعب الكشافه هي. الجمهور كله قوط واربطه طبعا بس اشوف وضع الجمهور لا مو انا يعني ليش اقول لك كابتن حيدر انت بعد السقوط البلد انتهى سقطت كثير من القيم ولحد الان كل قطاعات المجتمعات انتهت. الان لحد الان احنا دنطالب بالبناء دنطالب بالقانون دنطالب بالحماية دنطالب بالعدالة دنطالب بالحرية وامور كثيرة كثيرة. خلينا نستفاد من الوقت اكثر. نعم. الاحتراف اثر على اعداد المنتخب وتجميعه اليس كذلك؟ يعني على ايامك خدمك انه كل العراقيين لاعبين يلعبوا بالدوري ما كان عندنا ما كان احتراف. هسه الاحتراف يسلمك اللاعب قبل 72 ساعة طبيعي المباراة. طيب هاي ما تفيد اثر هذا ما طبعا ياثر شلون ياثر اشرح لنا كابتن طبعا ليش ياثر لانه انت مستوى الدوري مالك صار منخفض. هو شنو المنتخب نتيجة دوري قوي نتيجة بطولات محلية. الآن احنا فرحانين ومكيفين انه دنجح بطولة الدوري. تصور
بطولة الدوري صار انجاز انجاز كبير مع العلم هو واجب الاتحاد. هو الاتحاد كرة القدم مدته 4 سنوات شغله يسوي دوري قوي ويصنع منتخبات قوية يوصلك الكأس العالم. مع العلم نشاطات الاتحاد تكون، احنا كنا مثلا كنا في مرحلتنا كان عندنا منتخب وطني بديل باء. هذا خليني اسألك عليه سؤال خاص بس خليني اعدد لك. كان عندنا منتخب اولمبي، كان عندنا منتخب شباب، كان عندنا براعم، كان 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 ال 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 البراعم يشاركون في بطولات في فنلندا وغير فنلندا واسكتلندا، بطولة دانة هذه الان ما موجودة حبيبي. دوري فئات عمرية ما عندنا حاليا. زين العلاقة ما بين اللاعب والاندية، شوف الان الاندية ايش قد مطلوبة. لحد الان انت فرق الدوري مالتك كلها مؤسسات. زين كلها مؤسسات. كابتن عدي يخبرني المخرج انه عندنا 5 دقائق فقط. نعم. فخلنا نستغلها يعني بعجالة حتى اسألك كل الاسئلة اللي عندي حتى استفيد من وجود حضرتك. هذا الموضوع ما لك يريد له 4 حلقات. يبدو انا يعني مو شغلتي مو رياضي مو شغلتي بس شو سوي الجمهور وهدف الوصول لكأس العالم هدف سامي. نعم. مفروض كل الإعلام يتحشد له. إذا ما تخطط ما توصل. أي هو يبدو أنه أنا أكو خلل بالتخطيط مع الحلقة. نعم. طيب أكو سؤال آخر يقول الاتحاد بذاك الوقت كان قوي. نعم. يفرض على الأندية وجهة نظره. اليوم شفنا مدرب الشرطة أليتش رفض يعطي اللاعبين إلى كتنيتش بكأس الآسيا أو كأس الخليج عفوا، واضطر الرجل يلعب بلاعبين يعني ما جاهزين وكذا، بس ربك سبحان الله فاز على قطر بطل آسيا. نعم. هاي شنو هاي من يحدد هالأمور؟ ليش الاتحاد صار ضعيف إلى درجة أنه طيب إذا الأندية المحلية هيش تتلعب بالاتحاد كيف الأندية الأجنبية اللي بيها محترفين؟ هاي شلون هاي حليها؟ الآن أنا حلها بسيط، هي حلها بسيط. ايه؟ أول شوف أول شيء مصلحة المنتخب الوطني فوق كل شيء. نعم. صحيح الأندية ده تتعب، الأندية جزء من المنتخب الوطني. نعم. زين هذا هذه وحدة. اثنين التنسيق في الأجندة مع الاتحاد الآسيوي. ايه؟ معروفة. الاتحاد الآسيوي خطط لك مثلا بطولة أبطال الدوري، بطولة شو اسمه الاتحاد الآسيوي عنده بطولتين هو خالها مسبقا فأنت هاي تعرفها. بعدين تعليمات الاتحاد الدولي الآن لأنه صار احترافه أكثر من اللازم ينطيك اللاعب قبل 72 ساعة. أي. فهاي يعني 3 أيام معناه، فاللاعبين البعيدين اللاعبين القريبين. فهذا شو يصير؟ تحتاج إلى تنسيق ما بين مدرب المنتخب الوطني وما بين الأندية الوطنية. يعني دائما أنت على اتصال وياهم. أي. تيجي تروح تسوي ندوات للمدربين الوطنيين، تقعد مع مدرب عنده نسبة كبيرة من اللاعبين، عندك ملاحظات على كل لاعب منتخب وطني انت محدد اكو عنده خلل فردي. يبدو ما كان اكو تفاهم بين هذه ما موجوده. بدي احكي لك اني هذا الحكي ما موجود نهائيا، كان صراع يبدو بيناتهم ما موجود ابدا. يعني يعني مثلا لما احترامي الكتنج قل لي شو وقت سوى اجتماع مع مدربي الأندية؟ على الاقل المدربين الأندية اللي عندك اغلبهم مثل الشرطه اغلبهم. زين انت الان انت كمقدم برنامج ما عندك ملاحظات على لاعبين المنتخب الوطني فرديه فنيه طبعاً. مثلا تيجي تقول له تعال يا بلكي تركز لي على هذا اللاعب لانه هو مدافع، هو تسوي له تمارين خاصه تمارين دفاعيه نقول عليه، او مهاجم تمارين هجوميه فرديه وهكذا، لانه انت تشتغل حسب الظروف مالتك. طيب عرفت. طيب سؤال آخر يقول بالفترة اللي صعدنا بها الكأس العالم كان تقسيم القارة شرق وغرب وما كانت استراليا، هل هذا دعم فرصتنا بالوصول بذيك الفترة وصعبها بهاي الفترة؟ لا بالعكس، استراليا سمى كفريق يعني تتذكر احنا كم مرة غالبيه يعني، استراليا يعني مستواها همين عندها مشكلة المحترفين يروحون يجون يلعبون
72 ساعة، هاي هم تأثر، هذه تأثر عليهم كثير. أيه. بالعكس أنت من تكون هنا عندك لاعبين موجودين وعادهم إعداد صحيح وعندك دوري قوي وعندك بدلاء، يمكن فرصتك أفضل من المحترفين يعني. طيب الصيف. طيب الكابتن أكرم سلمان الشيخ المدربين العراقيين والمدرب القديم الجديد لمنتخباتنا الوطنية، كان حوار جميل معك ولكن الوقت انتهى للأسف الشديد، وكنت أتمنى لو يطول الوقت أكثر لننهل ونستفيد من خبراتك، ولكن إن شاء الله في ظروف أخرى سنلتقي لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. لوجودك وياك إن شاء الله، بارك الله بك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن. أما أنتم مشاهدين الكرام، مخرجنا المبدع محمد جلال نداوي اطلع لنا فاصل حتى ناخذ ورقة التوصيات، خليكم ويانا. ورجعت لكم مشاهدين الكرام مع ورقة التوصيات، وفيها دعوة إلى السيدات والسادة المعنيين أدناه رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الشباب والرياضة، وزير الخارجية، هيئة رئاسة مجلس النواب، لجنة الرياضة النيابية، اللجنة الأولمبية العراقية، اللجنة التطبيعية لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم. نضع أمام حضراتكم جملة توصيات تهدف تحقيق حلم الشعب العراقي بالوصول إلى كأس العالم المقبلة 2022، راجين منكم دراستها والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن تحقيقا للصالح العام. توصيات: أولا، تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الجهات كافة أعلاه لوضع خطة شاملة لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم المقبلة. ثانيا، تتولى اللجنة التنسيق مع الدول المؤثرة بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم لإيصال عراقيين إلى لجان الاتحادين، ليكون صوت العراق مؤثر في المحافل الدولية وينعكس إيجابا على قضية الوصول لكأس العالم. ثالثا، توفير الميزانيات المالية الكافية لاستئجار طائرة خاصة للمنتخب الوطني تتولى مهام نقل لاعبينا والإتيان بمحترفينا للأماكن التي نلعب فيها. رابعا، منح الحوافز المالية الكبيرة للاعبين في حال الفوز في أي مباراة مصيرية أو غير مصيرية، وجائزة كبرى في حال الوصول لكأس العالم. خامسا، وضع بنود في عقود اللاعبين المحترفين والمحليين تضمن تواجدهم مع المنتخب في الأوقات المسموحة دوليا. سادسا، تشكيل منتخب العراق باء ومنتخب العراق جيم ليشاركا في البطولات الودية عوضا عن المنتخب الأول لاكتشاف المزيد من اللاعبين لتدعيم المنتخب الوطني بهم. سابعا، التفاهم مع الدول المتقدمة لإقامة المعسكرات التدريبية فيها بعد توقيع بروتوكولات تعاون تضمن سرعة منح تأشيرات الدخول والتسهيلات الأخرى. ثامنا وأخيرا، العمل من جديد على رفع الحظر المفروض الجديد القديم على الملاعب العراقية لإقامة تصفيات كأس العالم عليها. ولكم فائق الشكر والتقدير أسرة برنامج توصيات. مشاهدينا الكرام، أتمنى أن أكون قد وفقت في إدارة حلقة مع ضيف رياضي بامتياز، وإن شاء الله الهدف كان هو الوصول إلى كأس العالم، هو هدف كل عراقي كان رياضي أو لم يكن رياضي، مو بالضرورة يعني. شكرا للضيف مرة أخرى، شكرا لكادر العمل خلف الكواليس اللي رافقني بالحلقة وعلى رأسهم المخرج المبدع محمد جلال نداوي، وهذه تحياتي أنا معد ومقدم البرنامج حيدر حسين علي، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من توصيات، في مال الله.